طب نروح لملف الدوري. انا من وجهة نظري الشخصية الدوري بعد فوز النادي الاهلي امبارح واعتقد بعد هزيمة النهاردة الزمالك من المقاولين بقى الدوري هو الصراع على المركز الثاني والهروب من الهبوط. فاعتقد النادي الاهلي خلاص يعني بشكل بس صدق رغم كده يا كابتن هاني انا لسه مصمم على ان الدوري لازم النادي الاهلي يتعامل معاه. ده وجهه نظري طبعا طبعا على ان اصل احيانا انا بعتبرها دعايه خبيثه انه يا جماعه الدوري خلص من بره النادي. انت تقصد ايه؟ يعني محاولات للتنويم المغناطيسي. لا الدوري ما زال في الملعب ده حقيقي. رغم ان انت عارف اللي انا اقدر اقوله ان النادي الاهلي هو المرشح الاول والاقوى والاكبر للحصول على الدرع. قالوا اقدر كمان والاقدر. خلي بالك برضو احنا استضفنا لعيبه واتكلمنا معاهم ودايما النادي الاهلي بيقول لك لا انا مش بطل الدوري الا لما عدد المباريات اللي ناقصه هو ما يزيد عن عدد النقاط. يعني خلاص الاهلي عنده اربع لو في اربع ماتشات والاهلي فرق 15 نقطه طول ما في فرصه 1% ده حقيقي. ده النادي الاهلي لسه عندي ماتشات. انا بقول ده من منطلق ايه؟ من منطلق انه انا مش مستعجل. انا الاول متقدم بفارق مريح جدا عن المنافسين. انت بتتكلم دلوقتي الاهلي 59 بيراميدز 42 يعني 17 بتتكلم في 17 نقطة وعدد المباريات واحد. النادي الزمالك 42 وعدد المباريات وبس. نادي الزمالك كمان في 3 نقط يعتبر يبقى 39 يبقى نادي الزمالك 39 والنادي الاهلي 59 بتتكلم في 20 نقطة. وده اللي بقول عليه هو دوت. ما بقولش كده علشان اللعيبة لا خلاص احنا خدنا الدوري بموضوع ده. لا احنا بنتكلم ان الدوري يتحسم. وخلي بالك لما الدوري عايزين الفرق السكور يعلى.